السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فريمد وفيديو جديد وسلسلة جديدة، سلسلة محاكي محرز، حياة محرز، مهنة محرز، سموها مثل ما شئتم، لأننا سنطور رياض محرز وسنلعب به جميع المباريات إن شاء الله، وستكون هناك إثارة في هذا الفيديو، مباريات قمة ومباريات إثارة. رح نشوف مع بعض إذا ينتقل رياض محرز من مانشستر سيتي أو يبقى مع هذا النادي ويتوج بدوري أبطال أوروبا إن شاء الله. لهذا قبل ما نبدأ لا تنسوا علينا باللايك على الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ومشاهدة الفيديو الأخير. شكرا لمن يشاهد الفيديوهات للأخير، هذا أفضل دعم أسطوري بالنسبة لي، وشكرا لكل التعليقات والتحفيزات. آخر فيديو كان سيء نوعا ما في التفاعل والدعم، كان دعم ولكن هذا لا يهمني، بل يهمني هو إنشاء الفيديوهات الرائعة وإن شاء الله تنال إعجابكم إن شاء الله. لن أطيل عليكم، يلا بنا ليتس جو. اوكي، مهنة جديدة، استخدم التشكيلة الحالية، يس مهنة مدير فني، مهنة لاعب. اوكي، انشئ لاعبك، لاعب حقيقي. اوكي، راح نختار رياض محرز. رياض. اوكي، رياض. اوكي، الصعوبة عالمي، مدة الشوط 3 دقائق، العملة خلوها يورو، المنافسات ممكن، صرامة المفاوضات راح خلوها صارمة. اوكي، فترة الانتقالات ممكن. ليتس جو. هل انت جاهز للتألق؟ نعم رياض محرز جاهز للتألق في كل مباراة. اوكي يا جماعة، اساسيين مع بيب غوارديولا مدرب السيتي، مثل ما تشاهدون العمر 30 سنة، الوضع لا بأس به. كيف نتدرب قليلا مع رياض محرز؟ اوكي، اضف حصة تدريبية. اليوم عندنا مباراة ودية، كأس النخبة الآسيوية، نلعبها يا جماعة ان شاء الله. اساسي في هذه المباراة، نعم اساسي، وكرأس حربة وهمية يا جماعة. مشاهدي الكرام، اينما كنتم مرحبا بكم في مباراة اليوم بين مانشستر سيتي وغوانجو الصيني. اوكي يا جماعة، مهام المباراة سجل هدف على الأقل، إكمال 3 تمريرات في ملعب الخصم، تحقيق تقييم ما لا يقل عن 7.5. أوكي يا جماعة، خلي الكاميرا هكذا. يلا رياض سدد. الله يا رياض، إياه لكي تكون هناك واقعية يا جماعة. يتقدم للأمام. يا والله صعب يا جماعة. تسديد. يا الكل يعرف قدرات دي بروين، واعتقد منتظر من الكابتن. اوكي يا جماعة، راح اردها مثل ما كانت. كرة خطيرة، ايدرسون. يا ستيرلينج الغبي. جيسوس ستيرلينج حاليا يقول انا ما دخلي، انا من جهتي الاخرى. يلا دي بروين. الله. اوكي، غيرت الكاميرا مره ثالثه، انا مقتنع بهذه الكاميرا. غوانجو ينطلق من الجهه اليمنى، كره خطيره. مشاركة في كأس النخبة الآسيوية أمر مهم جدا لكل الفرق في هذا المكان. ينطلق بالكرة الخطيرة. الله 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 الله، جيسوس يسجل. اتصل. يا سلام. رياض. يا رياض. جيسوس، هذه لا تضيع يا جيسوس. تسبب هذه في مشاكل دفاعات الخصم. ولو خطير. غوانجو الصيني يعدل النتيجة. يلا مرر. سدد. الله.
احتفالية السمكة، احتفالية التونة، يا سلام من رياضة، لا 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 لا، يا سلام يا سلام يا سلام، شوف الكورة بالرياض مقوسة، يا الله يا الله يا الله، فرحة بيب غوارديولا بهدف رياض محرز. يلا سدد، جول، لا الله لو تقتربت، جول جون ستونز، يا سلام المدافع يحرز هذا الهدف، يا الله. ونهاية الشوط الأول 3-1 لصالح مانشستر سيتي. وبداية الشوط الثاني قدم مانشستر سيتي في النتيجة بعد ما قدموه في الشوط الأول، عديد من اللاعبين لاختيار أنسب تشكيلة. رياض، الله 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 الله، تطبيق، يا سلام تطبيق، كرة إيدر سومرايش، كرة، الله الله الله، كرة غطيرة، جول، لا 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 لا، مستحيل مستحيل، كرة محرز يحرز، يا يا تسديدة، يحرز، الله، كرة، الله العرض، الله 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 الله، تسديد، الله ما حب التجمعات، رياض، جول جول جول، غاندو 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 غاندو، الألباني غاندو غان يسجل الهدف الخامس، الخامس للسيتي في مرمى غوانجو. رياض، كرة، يا الله وش ضيع، ونهاية المباراة بفوز السيتي 5-1 على غوانجو الصيني، يا سلام. رياض محرز أفضل لاعب في هذه المباراة، اوكي يا جماعة. ايضا عندنا مباراة ضد بوروسيا دورتموند، مباراة صعبة جدا بمعنى الكلمة، اوكي اساسي في هذه المباراة كمهاجم وهمي. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في مباراة اليوم بين بوروسيا دورتموند وايضا مانشستر سيتي في كأس الودية الاسيوية، سجل هدف من خارج منطقة الجزاء، تحقيق ما عدل ما يقل عن نجاح تقريبا 35% مراوغة ناجحة، والتقييم 7.5. مانشستر سيتي اكيد الفريقان يبحثان عن التواجد، بيلعبها في الخلف، رياض، بعيدة 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 بعيدة، الامور خبلته بشكل رائع جدا، اكيد امر كهذا يرفع من معنوياته وربما يجعله متوتر. كرة لبوروسيا دورتموند، كرة ايدر سومرايش، كرة خطيرة لبوروسيا، الدفاع، هذه كرة لجيسوس، كرة خطيرة،
يلا الله 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 جول 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 للسيتي. دعونا لا نحتفل حتى نفوز بهذه المباراة في النصف النهائي الله أعلم. والله ما حبتها. توزيعه خطيرة. ركلة جزاء حكم حصلت على ركلة جزاء. دي بروين دي بروين دي بروين ضيع كرة دورتموند. ايو يو 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 الله 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 يا سلام. رياض رياض الهدف الثاني للسيتي في مرمى بروسيا دورتموند الألماني. داخل الكرة. أردت التسديد من بعيد للأسف الشديد. ونهاية الشوط الأول 2-0 والله مانشستر سيتي بكل تأكيد. لا 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 حكم لا لا رياض قريب جدا. تزيد يا الله. والله حابب تسديدا بعيد. تسجيل هدف من بعيد هو مهم من مهام بيب غوارديولا. لا 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 هذه كرة خطيرة 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 خطيرة. جول 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 جول. سدد. الله الله الله. جول جون ستونز. يا سلام جون ستونز يسجل الهدف. ينقصنا التسجيل من بعيد يا جماعة. كرة تزيد ولكن بعيدة. والله ما قدرنا نسجله من بعيد يا جماعة. اوكي نهاية المباراة 3-1 لصالح مانشستر سيتي على نادي بوروسيا دورتموند. 3-1 مباراة كانت قوية من كلا الجانبين. اداء كان مميز جدا من قبل اللاعبين. برافو برافو مانشستر سيتي. جود جوب. اوكي يا جماعة وصلنا الى مباراة مانشستر سيتي ضد برشلونة يا جماعة الخير. والى هنا وصلنا الى نهاية هذا الفيديو. واتمنى الفيديو يعجبكم. شكرا لمن شاهد الفيديو الاخير. اذا عجبكم هذا الفيديو فجروا فجروا اللايكات يا جماعة الخير. حفزونا في التعليقات وشاهدوا الفيديو الاخير. وشكرا شكرا لمن شاهدوا الفيديو الاخير. نلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله. نلعبوا مباراة ضد برشلونة ونلعبوا ان شاء الله الدور الانجليزي الممتاز البريمير ليج. الى ذلك الحين اعتروا بانفسكم جيدا. السلام عليكم.